إذا مشاهدينا ومشاهدين قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من القرب من سوق الجملة ديال الخضر والفواكه. باش نعرفوا الأثمنة اللي كاينة واللي صابحة اليوم في السوق بمدينة خريبكة، ونعرفوا الأثمنة اللي كاينة هنايا ديال الخضر والفواكه. بارطاجيو مشاهدينا باش نعرفوا الأثمنة ونقربوكم من ثمن الخضر اللي صابحة اليوم. بارطاجيو باش نعرفوا الأثمنة اللي صابحة اليوم مشاهدينا. بارطاجيو مباشرة من سوق الجملة بمدينة خريبكة، بارطاجيو مشاهدينا، بارطاجيو باش تشوفوا الأثمنة. طلعوا باش نعرفوا الأثمنة ديال الخضر اللي صابحة اليوم في السوق والقرب من سوق الجملة ديال مدينة خريبكة، وتشوفوا الأثمنة اللي صابحة والخضر كيفاش دايرة. كيفاش كتشوفوا مشاهدينا تبارك الله، الخيرات وحتى التساقطات المطرية اللي عرفتها بلادنا مؤخرا الحمد لله. هذه الفلفلة الحمراء والخضراء، البطاطا اللي غادي نعرفوا الأثمنة ديالهم. بارطاجيو مشاهدينا، بارطاجيو باش تشوفوا الأثمنة اللي صابحة اليوم. السلام عليكم، شحال البصلة؟ 10 دراهم. بصلة 10 دراهم مشاهدينا، 10 دراهم البصلة مشاهدينا كما كتشوفوا، بصلة 10 دراهم. بارطاجيو مشاهدينا هاد البت، البصلة مشاهدينا 10 ديال الدراهم. البطاطا، البطاطا 8 دراهم مشاهدينا، البطاطا 8 ديال الدراهم، البطاطا 8 ديال الدراهم مشاهدينا. فلفلة، فلفلة 10 دراهم حمراء وخضراء بحال 10 ديال الدراهم، الحمراء والخضراء، الحمراء والخضراء 10 ديال الدراهم. مطيشة شحال؟ 8 دراهم مطيشة مشاهدينا، مطيشة 8 ديال الدراهم، 8 ديال الدراهم مطيشة. لفت 7 دراهم، 7 دراهم لفت البيض والصفر مشاهدينا. الشيفلور 7 دراهم، الشيفلور 7 دراهم، الشيفلور مشاهدينا. خيزو 5 دراهم، 5 دراهم خيزو مشاهدينا، 5 دراهم خيزو. القرعة هذه الحمراء، حمراء 10 دراهم، قرعة حمراء ديال الناس ديال الكسكسو اللي كيعشقوا الكسكسو. ها هي، شحال الثمن ديالها قلتي؟ 10 دراهم، 10 دراهم القرعة، 10 دراهم. القرعة هذه الخضراء خورجير 7 دراهم، 7 دراهم القرعة خورجير، 7 دراهم 10 قرعة كورجيت مشاهدينا. بارطاجيو هاد البت، شوفوا الأثمنة اللي كاينة. الدنجال 10 دراهم، 10 دراهم الدنجال مشاهدينا الأوفياء، 10 دراهم الدنجال، الدنجال 10 دراهم. الخيار شحال؟ 7 دراهم، الخيار 7 دراهم، الخيار 7 دراهم مشاهدينا الأوفياء كما كتشوفوا، 7 دراهم خيار. الجلبانة، الجلبانة 18 درهم مشاهدينا، الجلبانة 18 درهم، الجلبانة 18 درهم. هذه اللي ما تنقاش لها الثمن ديالها، ما تنقاش لها الثمن ديالها الجلبانة. بس البطاطا بعدا كاين شويه، ما عطيتش شويه، ولكن الجلبانة بقات 18 درهم. البطاطا كانت 10 دراهم ولا 8 دراهم، الحمد لله بعدا كاين. الجلبانة مشاهدينا 18 درهم، 360 ريال، 18 درهم الجلبانة. الباربا، الباربا 5 دراهم الباربا مشاهدينا الأوفياء، الباربا 5 دراهم. اذا كما شفتوا مشاهدينا، هادو هما الأثمنة ديال الخضار والفواكه اللي كاين الان. البطاطا 8 ديال الدراهم، شوفوا البطاطا كيفاش دايره، 8 دراهم البطاطا، البطاطا
8 ديال الدراهم، مطيشة حتى هي 8 ديال الدراهم، البصلة 10 ديال الدراهم مشاهدينا، البصلة 10 ديال الدراهم، نتمنوا أن ربي يرحمنا إن شاء الله وتوصل الأثمنة ديال الخضار والفواكه كما عرفنا أو كما شفتوا الأثمنة كانت مرتفعة مؤخرا والحمد لله أنا مطيشة بدا كينهبط ليها شوية الثمن ولات في 8 دراهم عوض 10 دراهم و 12 درهم الثمن اللي كان فيها أو اللي كانت فيه والحمد لله. نتمنوا أن الأثمنة تزيد تنزل كما كتشوفوا، بطاطا 8 دراهم ومطيشة 8 دراهم، الفول شحال داير؟ 7 دراهم، الفول 7 دراهم مشاهدينا، الفول 7 ديال الدراهم، اللوبيا 20 درهم، اللوبيا 20 درهم، اللوبيا الخضراء 20 درهم مشاهدينا، 20 درهم اللوبيا، ما عطيتش 8 دراهم، الحمد لله تنقص الثمن ديالها، والبطاطا 10 ديال الدراهم. غادي نمشيو نشوفوا الاثمنه ديال الفواكه مشاهدينا، بقاو معنا باش نشوفوا الاثمنه ديال الفواكه. فينا شحال النعناع داير؟ النعناع خويا داير درهم ونص، درهم ونص النعناع. الخص شحال داير؟ الخص داير 40 ريال 30، جوج دراهم درهم ونص تاهو على حساب الكبر ديالها ياك، الربيع والقزبه. هذا ولي ديال درهم ونص، داير درهم جمله، درهم ونص كتبيع على 10 دراهم، كرافس حتى هو حتى هو درهم ونص. هذا هو درهم ونص، ندير درهم جمله. الشيبه ديال 30 ريال، 30 ريال درهم ونص، درهم ونص الشيب. الله يجيب التيسير، الله يسهل عليك. السلام عليكم. شحال الليمون؟ الليمون يوصل 8 دراهم الليمون مشاهدينا كما تشوفوا، الليمون 8 دراهم، 100 درهم ليمون. التفاح شحال داير؟ 51، التفاح 13 درهم، التفاح 13 درهم مشاهدينا كما تشوفوا، 13 درهم مزيان ياك؟ زوين كما كتشوفوا 13 درهم مشاهدينا. بحال بحال نفس الثمن، الحمر والبيض. البنان شحال داير؟ البنان 9 دراهم، البنان بنان 9 دراهم مشاهدينا كما كتشوفوا، بنان 9 دراهم. التفاح حمر تا هو 12 13 درهم ياك؟ واحد 15، 15 درهم التفاح حمر، وهذا شحال 13؟ علاش علاش الثمن ديال هذا ماشي هو هذا؟ الحمر كتكون غالية شوية، التفاح الحمر 15 درهم، التفاح الخضر 13 درهم مشاهدينا. الكيوي شحال؟ الكيوي هذيك البواطه فيها كيلو ب 8 ريال، فيها كيلو 15 درهم، كيوي 15 درهم مشاهدينا كما كتشوفوا، كيوي 15 درهم، هذه البواطه هذه فيها كيلو 15 درهم. لافوكا 40 درهم، لافوكا شنو سميتها؟ فويرشي، فويرشي 40 درهم، موالف الثمن ديالها كيكون ناقص قبل رمضان باش بنادم كياخدها كيعاود فيها الثمن دابا باش يكون شويه طايح، وهي دابا مرتفعه. كانت خمس العام اللي فات هاد الوقت راه كانت غير 25 درهم، لا هاد الوقت، هاد الوقت كانت 25 درهم. افوكا فويرشي دايره 40 درهم مشاهدينا، او فيها الفريز 18 درهم، الفريز الفريز 18 درهم كما كتشوفوا، 18 درهم الفريز. البعويد شحال؟ 20 درهم البعويد، البعويد 20 درهم مشاهدينا كما كتشوفوا، 20 درهم. التفاح بحال بحال في الثمن ولا ناقص شويه؟ بحال بحال، هذا 12 درهم، بحال ناقص درهم، هذا 12 درهم والاخر اللي داير 13 درهم، والحمر داير 14،
12 درهم بجوج 12 درهم 12 درهم 12 درهم مشاهدينا تفاح وكاين ديال 13 درهم تفاح بويز سي سعيد كيداير بخير غبرتي علينا اذا مشاهدينا من هنا من سوق الخضر والفواكه سوق الجملة امين يا ربي امين اثمنه شويه نقصات شويه ولا باقي ها باقي بالنسبه للفروي رخيص بالنسبه للديسير هذاك هو التشابي اذا من هنا مشاهدينا من عند الخضاره اللي كاينين بالقرب من سوق الجمله بمدينه قريبكا كنبغي نقول لكم كان معكم مراسلكم مراسل قناه شوف تي في مدينه قريبكا مروه الجوي السلام عليكم.